ساهم المهاجم السنغالي محمد النضوي بشكل بارز في النتائج الإيجابية التي حققتها مولودية بجاية في الآونة الأخيرة، سواء في البطولة أو رابطة أبطال إفريقيا. كيف لا، وهو الذي رفع رصيده من الأهداف إلى 12 هدفا في كل المنافسات، منها 9 أهداف في البطولة، هدفين في كأس الجمهورية، وهدف في رابطة أبطال إفريقيا. آخر مباراة للموب كانت في وهران أمام الجمعية المحلية، وأنضوي تمكن من تسجيل ثلاثية كاملة ساهم بها في الفوز والحفاظ على المرتبة الثانية في ترتيب البطولة. أنضوي بفضل الهاتريك الذي وقعه استحق لقب لاعب الأسبوع من دون منازع، رغم المنافسة التي كانت له من مهاجم دفاع تجنيد يوسف شيبان، وكذا محمد طيب الذي وقع ثنائية في مرمى اتحاد العاصمة. لكن أنضوي يبقى الأفضل، وآمال محبي الموب في أن يواصل التألق، خاصة في رابطة الأبطال والخرجة المقبلة في القاهرة أمام الزمالك المصري.